قدامى رياضيين، معانا الدكتور وفاء صلاح الدين، اول بطله معانا، بطله سله مظبوط؟ تمام. اساسا لعيبه في النادي الاهلي من وانا تقريبا دخلت النادي الاهلي وانا عندي 15 سنه او اصغر شويه. حضرتك عندك كام سنه دلوقتي؟ عندي 71. دخلت منتخب مصر سنه 66 واخدت احسن لعيبه في افريقيا سنه 68، وكنت كابتن النادي الاهلي. ودخلت النادي كان فرقه الكوره كابتن صالح سليم الله يرحمه، ايام بقى الزمن الجميل، يعني كانت الرياضه للرياضه. اعتزلت سنه 83 واعتبر من كان اول سيده تعمل ماتش اعتزال. والحقيقه يعني اعتزلت وانا تقريبا 35 سنه، وده كان رقم كبير لان كانت حياتي كلها رياضه. تزوجتي؟ لا، وهبتي حياتك للرياضه والدراسه. عايز اعرف ايه اللي بيقدمه النادي لقدامى الرياضيين؟ طبعا حضرتك قلتي انه قدامى الرياضيين ده من بعد الستين، صح؟ العضويه بتكون بعد سن الستين، بناخد غالبا الاكبر سنا اللي هو مريض اكتر لانه له اولويه. واي حد بقى بيتوفى الله بناخد حد بديل، بنقدم لهم اعانه شهريه المينيموم 250 270 جنيه والماكسيموم 300 جنيه. سنك كام؟ سني انا ما شفت انت بقى 70. كنت بتلعب ايه بقى زمان؟ انا بدات جمباز ثم سباحه وملاكمه، وخدت بطوله منطقه الكنان في الملاكمه. وبعدين لما جيت انا كنت خدت الكلام ده في الاسماعيليه، في نادي الاسماعيليه في السكة الحديد. لما جيت هنا منعوني من السباحه ومنعوني من اي حاجه، عشان نزلت السباق شافوني في السباق الخبراء قالوا لا ده انت هتبقى بطل في العاب القوى. وفعلا ركزت على العاب القوى، استزلت عندي 33 سنه. الرياضه عشان الانسان يعيش بحياه صحيه لازم ما ينقطعش عن الرياضه، وبالشكل اللي يناسب سنه وحالته. ابطال فوق السبعين بيوصلوا فوق الثمانين حالتهم يوصلها، بنشوفهم على الطبيعه، اللي على كرسي متحرك، اللي نازل بعصايه، اللي نازل بيستند. اكيد ده احساسه بيكون اصعب من شخص عاش حياته عادي. ده شخص عاش حياته بطل، شايف ان ربنا مديله الصحه علشان دايما بيلعب رياضه، وفجاه الزمن بيجي عليه وبيبقى تعبان ومريض ومفيش، وكمان الدوله مش واقفه جنبه، فده صعب. انا حاسس بدي ان انا كنت هوان في الملعب، بجري بصحه، وهم كانوا خدوا بطولات، بذلوا مجهود كبير. دلوقتي معتم الضوء عليكم، في مفيش حتى اهتمام من الدوله، اكيد ده برضو شيء صعب. ما هو دي المشكله اللي احنا بنعانيها. احنا كمجلس اداره هدفنا فعلا ان احنا نزود الاعانه بتاعت الناس دي، لان احنا حاسين بيهم فعلا. بقالك قد ايه منضم هنا للنادي؟ بقالي 10 سنين. كرة قدم، كابتن كرة قدم؟ الحمد لله. كنت بتلعب ولا كنت حكم؟ بلعب. حكمت في ايه بقى قول لي؟ حكمت دوري ممتاز، وحكمت درجة تانية ودرجة تالتة، وترشحت دولي للقائمة الدولية مرتين. المفروض الناس اللي خدمت البلد وقدمت البلد بيجي فيها وقت، يعني مثلا يبقى فيها ظروف معينة أو حاجة، فلقيت النادي ده حاجة كويسة جدا وفكرة جميلة، بس هي المفروض يعني أنا شايف إن هي عايزة دعم أكتر. يعني في عندنا كابتن عصمت بتاع نادي القناه ده الاسماعيلي زمان، في عندنا كابتن كان في برضه الاسماعيلي لوفا وبيضو دول زمان، بس دول لما بيتوفوا، اصل احنا عندنا ايه النظام، ايه العضو اللي هو لعب اساسا بيتوفى، الزوجه هي اللي بتايه بتاخد العضويه منه وهي تاخد معاش بتاعه. الزوجه توفت خلاص، بالايه يتقفل الملف بتاع العضو ده. طب ومين من الناس اللي لسه اعضاء دلوقتي؟ في الزمالك كابتن رفاعي اللي هو كان باك يمين نادي الزمالك، كان اسمه اللاعب الطائر. في عندنا كابتن نور بتاع الطايره، نور الدين، وفي من الاهلي كابتن جمال عبد العظيم. في اسماء كتير يعني موجوده. يعني احنا بنسعى ان احنا اول حاجه بتبسط الاعضاء وتخليهم ساتسفايد، يعني ان احنا الاعانه بتاعتهم تزيد.